بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والثلاثون. الذبابة. ما لك أيها الولد الصغير لا يهنأ لك عيش إلا بضرري. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لك جار ومجرور متعلق في كائن تقدير، وشبه الجملة في محل رفع خبر أول أي منادى. ها حرف التنبيه الولد بدل من أي، وحرف النداء محذوف. الصغير نعت، لا حرف نفي. يهنأ فعل مضارع، لك متعلقان بيهنأ عيش فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر سال، إلا حرف استثناء ملغا بضرر متعلقا بيهنأ وضرر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. فلا تراني في مكان حتى تمد يدك وتحاول أن تقبض علي. الفاء حرف عطف، لا حرف نفي. ترى فعل وفاعل، والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به في مكان متعلق بترى. حتى حرف جر للتعليل. تمد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، التقدير حتى أن تمد، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر، جار ومجرور متعلق بترى. يد مفعول به مضاف كمضاف إليه، وحرف عطف تحاول فعل وفاعل، أن حرف نصب تقبض فعل مضارع منصوب بأن، وفعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به علي متعلقا بتقبض. ماذا عملت معك من الشر؟ ما اسم استفهام مبتدأ؟ ذا اسم مفصول في محل رفع خبر المبتدأ. عملت فعل والتاء فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، مع ظرف مكان مضاف كمضاف إليه. من الشر متعلقا بعملت. أنا ذبابة صغيرة ضعيفة، وأنت كبير قوي. أنا ضمير منفصل مبتدأ، ذبابة خبر، صغير نعت أول، ضعيفة نعت ثان، وحرف عطف أنت مبتدأ، كبير خبر، قوي نعت. ولكن لا تظن أن الله أعطاك القدرة لكي تضر بالمخلوقات الصغيرة مثلي. الواو حرف عطف، لكن حرف عطف لا ناهية. تظن فعل وفاعل، أن حرف مشبه بالفعل. الله لوز الجلالة اسم أن، أعطى فعل وفاعل كمفعول به أول، القدرة مفعول به ثاني، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي تظن. لي حرف جر للتعليل، كي ناصبة، تضر فعل مضارع منصوب بكي، وفعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من كي وما بعدها في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بأعطى، بالمخلوقات متعلقا بتضر. الصغيرة نعت مثلي، ظرف مكان مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، أو تقول مثلي في محل جر نعت ثان للمخلوقات. الله قد وهب لي الحياة، فدعني أحيا الحياة التي وهب لي إياها الخالق. الله لفظ الجلالة مبتدأ، قد حرف تحقيق، وهب فعل وفاعل، وهو خبر مبتدأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. لي متعلقا بوهب، الحياة مفعول به. الفاء حرف التعليل، دع فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والنون للوقاية التي تقيه من الكسرة، والياء مفعول به. أحيا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو جواب الشرط بإن المضمرة، وتقديرها فدعني، إن تدع أحيا الحياة.
الحياة مفعول به التي اسم موصول في محل نصب نعت للحياة وهو فعل ماض لمتعلق بوهب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والهاء حرف دال على الغائب المؤنث مبني على السكون لا محل له من الإعراب الخالق فاعل وهب والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب هل أخبرك أحد عن الأشياء العجيبة التي في جسم الذبابة؟ هل حرف استفهام أخبر فعل كمفعول به أحد فاعل الأشياء متعلقا بأخبر العجيبة نعت أول التي نعت ثان في جسم متعلقا بمحذوف صلة وجسم مضاف الذبابة مضاف إليه ما أظن أنك سمعت شيئا من ذلك وإلا ما كنت تفرح بإمساكي وضرري ما نافية أظن فعل مضارع من أفعال القلوب تنصب مفعولين وفاعله ضمير مستتر تقديره أن حرف مشبه بالفعل كاسم أن سمعت فعل والتاء فاعل والجملة في محل رفع خبر أن شيئا مفعول به من ذلك متعلقا بسمعته والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي أظن الواو حرف استئناف إلا التقدير وإن كنت تسمع ما كنت تفرح والله أعلم ما نافية كنت فعل ماض ناقص والتاء في محل رفع اسم كان تفرح فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر كان بإمساك متعلقا بتفرح وإمساك مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وحرف عطف ضرر معطوف على إمساك مجرور مثله أنا أقدر أن أمشي على السقف وأرجلي إلى فوق ورأسي إلى تحت بكل سهولة كما أمشي في أرض البيت لا فرق عندي أنا ضمير منفصل مبتدأ أقدر فعل مضارع خبر وفعله ضمير مستتر تقديره أن حرف نصب أمشي فعل مضارع منصوب والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به على السقف متعلقا بأمشي وواو الحال أرجلي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه إلى فوق في محل رفع خبر المبتدأ وفوق مبني على الضم في محل جر به إلى وحرف عطف رأس مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه إلى تحت متعلقان في كائن تقدير وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ بكل متعلق بأمشي وكل مضاف سهولة مضاف إليه كحرف الجر للتشبيه ما مسرية أمشي فعل وفاعل في أرض متعلق بأمشي وأرض مضاف البيت مضاف إليه وما المسرية والفعل أمشي بعدها في تأويل مستر في محل جر بالكاف والجار والمجر متعلق بأمشية لا حرف لنفي الجنس فرق اسم لا وخبر لا محذوف تقديره موجود عند ظرف مكان مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وشبه جملة متعلق بموجود كم مرة مددت يدك لكي تمسكني ولم تقدر كم نائب ظرف زمان مرة ظرف زمان مددت فعل تفاعل يد مفعول به مضاف كمضاف إليه لي حرف جر كي ناصبة تمسك فعل مضارع منصوب بكي وفعله ضمير مستتر تقديره أنت والنون للوقاية التي تقيه من الكسرة وياء المتكلم مفعول به والمصدر المؤول من كي وما بعدها في محل جر بحرف الجر والجار والمجر متعلق بمددت وحرف عطف لم حرف جزم تقدر فعل وفاعل فإني حالما كنت تمد يدك كنت أطير سريعا إلى مكان آخر قبل أن تصل إلي الفاء حرف التعليل إن حرف مشبه بالفعل والياء اسم إن حال ظرف زمان مضاف وهو متعلق
كنت أطير ما زائدة كنت فعل ماض ناقص في محل جر بالإضافة والتاء في محل رفع اسم كان تمد فعل مفعل والجملة في محل نصب خبر كان يد مفعل به مضاف كمضاف إليه كنت فعل ماض ناقص والتاء اسم كان أطير فعل مفعل في محل نصب خبر كان سريعا ظرف زمان إلى مكان متعلق بأطير مكان منوعة آخر نعت قبل ظرف زمان مضاف أن حرف نصب تصل فعل مضار منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بالإضافة إلي متعلقا بتصل وحال ما وما دخلت عليه في محل رفع خبر إن أي جملة حالما كنت تمد يدك كنت أطير سريعا إلى مكان آخر قبل أن تصل إلي في محل رفع خبر إن أنت تظن أن لي عينين فقط مثلك أنت ضمير منفصل مبتدأ تظن فعل وفعل خبر أن حرف مشبه بالفعل لي متعلقا بمحصوف خبر أن عينين اسم أن الفاء حرف زائد لتزيين اللفظ قد وهي اسم فعل مضارع بمعنى يكفيك مثل ظرف مكان مضاف كمضاف إليه وشبه الجملة متعلق في كائن تقدير ولذلك تمد يدك من خلفي الواو حرف عطف لذلك متعلق بتمد تمد فعل وفعل يد مفعول به مضاف كمضاف إليه من خلف متعلقا بتمد وخلف مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وتجتهد أن تخفيها عني ظنا أني لا أقدر أن أراك وحرف عطف تجتهد فعل وفعل أن تخفي والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ها مفعول به لتخفي عني متعلقا بتخفي ظنا حال من الضمير المستتر في تجتهد أن حرف مشبه بالفعل والياء اسم أن لا نافية أقدر فعل وفعل والجملة في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد ما سد مفعولي ظنا أن أرى والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به كمفعول به لأرى مع أنه حالما تمد يدك أراك وأهرب مع ظرف مكان مضاف أن حرف مشبه بالفعل هو اسم أن حال ظرف زمان مضاف وهو متعلق بأرى ما زائدة تمد فعل وفعل والجملة في محل جر بالإضافة يد مفعول به مضاف كمضاف إليه أرى فعل وفعل كمفعول به وحرف عطف أهرب فعل وفعل وحالما وما دخلت عليه في محل نصب خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بالإضافة لأن لعيونا كثيرة لكنها ثابتة لا تتحرك مثل عينيك لي حرف جر أن حرف مشبه بالفعل لي متعلقا بمحذوف خبر أن عيونا اسم أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر باللام والجار والمجر متعلق بأهرب كثيرة نعت لعيونا لكن حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك ها اسم لكن ثابتة خبر لكن لا نافية تتحرك فعل وفعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان لكن أو نعت لثابتة مثل ظرف مكان مضاف عيني مضاف إليه وعيني مضاف كمضاف إليه فإن كل عين من عيني مركبة من مئات من عيون صغيرة الفاء حرف عطف إن حرف مشبه بالفعل كل اسم إن مضاف عين مضاف إليه من عيني في محل جر نعت لعين عيني مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مركبة خبر إن من مئات متعلقا بمركبة من عيون متعلقا بمركبة صغيرة نعت لعيون وكل واحدة مثل رأس الإبرة وحرف عطف كل مبتدأ
مضاف واحدة مضاف إليه، مثل خبر المبتدأ مضاف رأس مضاف إليه، ورأس مضاف الإبرة مضاف إليه، وأنا أنظر بها إلى كل الجهات، إلى قدام وإلى خلف وإلى كل جانب. الواو حرف عطف، أنا ضمير منفصل مبتدأ، أنظر فعل وفاعل خبر، بها متعلقا بأنظر، إلى كل متعلقا بأنظر، كل مضاف الجهاد مضاف إليه، إلى قدام بدل من كل الجهات. وحرف عطف إلى خلف معطوف على إلى قدام، وحرف عطف إلى كل جانب معطوف على إلى خلف. وبهذه العيون الصغيرة أرى كل من يمد يده من ورائي لكي يمسكني وأطير وأسلم منه. وحرف عطف بهذه متعلقا بأرى، العيون نعت لهذه الصغيرة، نعت للعيون. أرى فعل وفاعل، كل مفعول به مضاف، من اسم مفصول في محل جر مضاف إليه. يمد فعل وفاعل، والجملة صلة المفصول، يد مفعول به مضاف، هو مضاف إليه، من وراء متعلقا بيمد، ووراء مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، لي حرف جر كي ناصبة. يمسك فعل مضارع منصوب بكي، وفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من كي وما بعدها في محل جر بحرف الجر، والجار والمجر متعلق بيمد، والنون للوقاية التي تقيه من الكسرة، وياء المتكلم مفعول به، وحرف عطف أطير فعل وفاعل وهو معطوف على أرى، وحرف عطف أسلم فعل وفاعل وهو معطوف على أطير، منه متعلقا بأسلم. إنني لست أقيم في مكان واحد. إن حرف مشبه بالفعل، والنون للوقاية، وياء المتكلم في محل نصب اسم إن، لست فعل ماض ناقص، والتاء اسم ليس، ولست في محل رفع خبر إن، أقيم فعل وفاعل، والجملة في محل نصب خبر ليس، في مكان متعلق بأقيم واحد نعت، بل أطير إلى حيث أشاء، بل حرف عطف أطير فعل وفاعل إلى حيث متعلقا بأطير، حيث ظرف مكان مضاف، أشاء فعل وفاعل، والجملة في محل جر بالإضافة، وأقع على أطيب المأكولات وأحلى المشروبات. وحرف عطف أقع فعل وفاعل على أطيب متعلقا بأقع، وأطيب مضاف المأكولات مضاف إليه، وحرف عطف أحلى المشروبات معطوف على أطيب المأكولات. وإذا دفعني أحد أذهب ثم أرجع إلى حيث كنت. وحرف عطف إذا اسم شرط ظرف زمان مضاف وهو متعلق بأذهب، دفع فعل والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به، أحد فاعل، والجملة في محل جر بالإضافة، أذهب فعل وفاعل ثم حرف عطف، أرجع فعل وفاعل إلى حيث متعلقا بأرجع، حيث ظرف مكان مضاف، كنت فعل ماض ناقص، والتاء اسم كان وخبر كان محذوف تقديره ثابتا، أو كنت فعل ماض تام والتاء فاعل. لست أحب كسرة الصوت، لست فعل ماض ناقص والتاء في محل رفع خبر ليس، أحب فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر ليس، كسرة مفعول به مضاف، الصوت مضاف إليه، فلا يعمل جناحاي صوتا حين أطير ولا حين أقع، فأعمل كل ما أعمله من دون طنين. الفاء حرف التعليل، لا حرف نفي. يعمل فعل مضارع، جناحاي فاعل مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، صوتا مفعول به، حين ظرف زمان مضاف، أطير فعل وفاعل، والجملة في محل جر بالإضافة، وحين متعلق بيعمل، وحرف عطف لا زائدة، حين أقع معطوف على حين أطير. الفاء حرف عطف، أعمل فعل وفاعل، كل مفعول به مضاف، ما اسم مفصول في محل جر بالإضافة، أعمل فعل وفاعل هو مفعول به، والجملة صلة المفصول لا محل لها من الإعراب، من دون متعلق بأعمل، ودون مضاف طنين مضاف إليه، ولا يحس بأحد إلا حين أقعه.
الواو حرف عطف لا نافية. يحس فعل بمتعلق بيحس أحد فاعل إلا حرف استثناء ملغ حين ظرف زمان مضاف وهو متعلق بيحس. أقع فعل وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة، والله أعلم بالصواب.